ويطيح معاه واحد معاه ما ادري ليش. ما يمدي ينقز اساسا، ما الارض بعيده. لو بينقز لو بينقز لو بينقز سؤال، لو بينقز انا يوم جيت بنقز على شفت الارض بعيده، جيت تدور لي طريقه ثانيه كملت رحت منها حسن. ما في مكان. لو بينقز ترى الارض لو بينقز ترى هو ما يطيح، يطيحون العشره اللي وراه. خلوا اثنين معه ولا واحد خلاص عشان نفتك من مجموعه زين. والله اللي بيطيح على راسه. يا الله زيد واقف صايح تحت. ليه؟ انتوا كلكم عند ما اقدر اطلع. ها ما طلعت تحت. ولا تقول كنت بطيح. ها صادق طاح واحد. زيد جاك شوه. هذا الموضوع شو تسوي؟ ترقى بعد وراهم؟ لا لا. اثنين عنده يمسكونه. مشكلة فيها. بالله تنزل رجل واحد ان يجمع اللي معه كله. رايد باغي يطيح. الاسئلة كانت بيجاوبها كلها. حقت ولد اخوه غلط. خف علينا الحاس السادس كل ما قبل قلت متوقع لاحظ خطا بيقول قد اي دام انا عدى السؤال قد راح عشان يمشون هلا. انا قلت لك ما دام طوله معاه في السالفه انت زي ما سووا معي وسووا مع العسل. صوت طاحت يعني. محسن بغى يدور على ابو زيده ويلمخ بوحده مقال الباب مفتوح وينزل قام مسكر يناظر بيدور ابو زيده بس كان زين عنده لا باب مفتوح وربي اقول لك ايه يخرب بيتك ساير ابو زيده تجمع تحت واحد يعطيه كلام واحد يعطيه كلام شايب ساير ما جمع الا وفق سبحان الله ساير كذا ساير شو اللي صح كلها لقطات كذا شغل ما يخالف هذا اول لقطه حلوه لا اله الا الله لا عارف خذ اللقطه لعلنا انك تتكلم ترى بس غلط يا شباب والله غلط احنا ما احنا خايفين على المحسن خايفين على الشباب اللي وراه كلهم والله خايفين عليهم كلهم لا محسن عقب عارفه مستحيل تزلق رجل واحد شيء يطيح يوم شاف الارض بيرجع محسن الارض بعيده تدري شو يمشي شوف يمشي تدري شو يمشي عليه يمشي على سلاك كهرب تدري ولا لا؟ انتبه والله كهرب والله سلك كهرب والله كهرب يا شيخ هذا عرضها شو اقول لك؟ سلك الواحد اقسم بالله لو انفضه انتم تخلفون هو بيرجع قال الباب مفتوح وبيرجع قال مفتوح بيرجع انتم فوق هو اول ما راح مسكه زيدان داور فوق قال بشوفهم شو رجع يوم اسمه نزل على الاسلاك سلك الكهرب عشو انكم مسكتوه انتم احنا بنرجع الاسلاك الكهرب هو وطى عليها بنرجع من الاسلاك الله صبيح ابو زيد انت ايش قال ابو زيد ايش قال؟ ايش قال هيثم؟ يخرب بيتك الباب مفتوح الباب مفتوح يا محسن اباه ينزل بعدين يتفاهم بعدين يروح من وراء اي مكان بدر محسن نزل الباب مسكر يدور ابو زيد يبغاه لا والله مو بعرف وين تلفت بيد يبغى دبخ زيدان الله يهتله اول بتحرش فيه الصبح لا صحانه بس طلع متعافي والله ما شاء الله مره بتنام يا حسن حسن بتنام اخذتوها مني ابي واحد عشان انام فيها كان خمولي ولد انا اخذت حقي بعد الفقره ساكن ما درى عن المبادره حقتك سويتها شيء بس شنك وزين عندك خبر عنها؟ الساعة كم يا شباب؟ ها؟ الساعة كم؟ ثلاث لا لا هناك حط يعني قلم خط تذكرة شوك واقف استر استر تذكرة على القلم الساعة تعال سولف تذكر تكو تعال تذكر ضايق صدري والله العظيم من غرفة العزل انها تجيب لك الهم والغم والله شو من هم وغم ترى صار انا شوف بقول لك حاجة انا والله ابتدعت رحت ما تدخل انت دخلت غرفة العزل في المطبخ صح؟ ما جلست ولا تبعت هيثم دخل تركي انا مرتين اسبوع بدر دخلت عزل المطبخ ابو زيد ما شاء الله عليكم عزل المطبخ اقول لك عزل زوار تقول لي عزل المطبخ جاهز الزوار انا عارف انا عارف انها زوار والله العظيم انت يا ابو زيد والله انا عارف انها زوار تركي غرفه العزل كلها تدخل عزل المطبخ بيضيق صدرك والله انا عارف انها زوار اسمع غرفه العزل كلها شام البرايم وش اسمه مطبخ طفش زوار اي والله اتمنى اني ما
بس الله ما اطبه. اقسم بالله الجواب انت متاكد منه تتوتر تحس من ذاك اليوم ركضت منه ما تطيح. تمشي الجلطه صدق تذكر تركي تمشي الجلطه احنا صار فينا العمر ذا انا ما ادري ما ادري واحد يسالني كم العمر انا ايش دراني لا ترى انا عمري احسبه لا في اسئله والله ان عمري احسبه على يدي اسئله صعبه في اسئله صعبه معليش انا رجال ابوي عمره ثابت ني مولد يعلم ذا العمر ما عمره حلو ذي قال لك ثابت خلاص حلو تمام ايه بدك صعب انا سلام عاد انا توقعت اليوم ابو زيد وليت ثبت اجى في زوحه هذا مشكله خلي حاسب ما توقعت والله يكون محسن يجوا اهلا من الكويت انا كنت اقول الصقري قلت ترى ممكن اهلك يجون قال لا الامارات جايبها مش جو الكويت ابو زيد انت الظاهر الصقري عارف الظاهر ها الظاهر بس محسن لا بيجي الاسبوع الجاي الدور لا خلي الصقري بعدين هذا كيفك لا اله الا الله ينكسرون اهلك ها؟ ينكسرون اهلك طيب وين؟ اهلك اهلك لا ان شاء الله قاعد تناظرهم لا ان شاء الله جاك ابو زيدك مشوت من بعيد ما تبيهم؟ طب طب انا يوم شفت زيدان مديته قلت نذر لو اني واصل محسن يا ولد كذا هذا انا وزيدان انا جلست قلت بيروح بيطلع 24 ساعه اي انا ما ادري شوي يوم شفت زيدان تدري ما افتك الا من تدري ما افتك الا تدري ما افتك نذر اني ناوي زيدان بتهاوش تدري ما لقيته مفكين ما افتك طال عمرك الا سلطان سلطان من معه لا يسوي شيء لا ما تمسكه لا يسوي ولا ما يسوي منصور ما تمسكه سؤال بعلمك حاجه بسم الله لو اني واصل انك ثور صدق منصور دقيقه هم مشوا هلا صح ولا مشوهم صح؟ طيب متمنع عليه انت ما قلت اذا واحد ما شاف هلا يسمح له يطلع 20 ساعه ابوي تقفل عليه البيبان قال 20 ساعه يطلع اما انك تمسك رفيقنا وتسوي به كذا لا بد لا بد لا بد بس ما افتكر سلطان طال عمرك ما ادري من معه لا هو فكه ورايد صقري ورايد هو فكه لا ما فكه والله ما فكه ولا اذكر اني فكه والله اني جالس كنت خل محسن ان شاء الله انه بيطلع ونشوف انا والله جالس يوم شفت الشاشه زيدان مسوي كذا بمحسن ويوم يوم 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 ورجعت انا شوي قلت له لا لا احسب انه طاح اروح واكسر الباب عليهم ابيهم يفتحون ايش ولا ذا محسن ايش تعرف عيد يا ولد الارض يمشي بمنصور ترى كيف يمشي على الكهرب ما في مشكله بس الكهرب انتم افرضت كهرب ابو منصور شباب انتم في بعض الشباب في رده فعل غلط الواحد اذا صار على حادث كيف يجي المسعف يتعامل مع المريض او يجيب الهداوه ما يروي في شيء صاير عاد امور طيبه كذا لا يا صح انا اشوف اللي جاي منه واللي جاي منه واللي يمسك واللي ساكن ورا واللي ساكن ورا الموقف كله ما ذبح الا موقفين موقف زيدان يوم انه مسك رفيقنا وجلسه كذا الموقف الثاني يوم احسب انه بيطيح هذه والله ما قدرت مالك اعصاب انا والله امشي على سايل. لكن في زيدان والعداد يمشون من هناك يعدون ايه يوم مسك بس الوضع يوم مسك زيدان انا مسكت عشان رجله فهمت يوم قلت لك سلطان فكه من زيدان ايش اسوي انا زيني ما لحقت زيني ما وقفت نادر وانت دابج انا وزيدان والله انت اقبس بمنصور ما يمسك فيك كذا ما عندك دعوه بسيطه يا رب يلا يدخل الزوار ما شاء الله ما يسوي ذا كله يخوف امه عليه يطلع يطلع 24 ساعه يطلع برصيده مثل ما قال ترك انت هالموضوع يا اخي ترى كم بتضمر تطلع انخصم عليك كسر نفسك خوفت العالم وربعك يخت سبع اطلع برصيده وربعك بقدر وضعك والله ما بقدر ما حد قال لك لا ما حد قال لك لا والله مو بلوي برصيد لو يبينا نطلع ابراهيم يروح يشوفهم اليوم طلع قلنا جعلنا نعم انتم مقصرين معي المجموعه ما حد قايل لا اثنين انا هذه يا احمد يا عيال يعذروني اقسم بالله اني احسب انه طاح اما اللي فوقي التحدي اللي ذا صار سلطان وين سلطان؟ هذا يمين سلطان لو انه دفك على ورق بس ما اذا ما يضمر لو انه دفك على ورق ما في وقتها في وقتها مو بيمك انا مو بيمك انا ما احسن انت سلطان ماسك والله سلطان انا اتحمل جميع الاخطاء انت انا عن نفسي اتحمل جميع الاخطاء انت مو مقدرين ما خطا سلطان سلطان عندي والله يقول خطا رجال يقول خطا اللي صار كله خطا مو كل اللي صار خطا مو بتخليه يطيح لكن ما تطيحون انتم الاثنين ها ما تطيحون انتم الاثنين انا ماسك رجلي انا متمسك انت قلوب انا ما ندري انك ماسك رجلي عيال واحد الصوت سايب اصلا احنا ما ندري انك ثبت رجلك يا ابو علي جعلني في درج لي ما ندري وين ثبت رجلك احنا نحسبكم واقفين وتعافرون ها لو طحتوا كلكم انا مصع قلبي كيف اللي برا كيف امك وامه بعدين كل شيء صار غلط مو بسلطان بس كلنا اخطانا زيدان اخطا زيدان زيدان يا ريج ابن عيال خلنا نسكت تكلم في عمل يا ريج يقول لا هذا كنت صح صح حركته مش مسرع ذاك مسرع تلاقوا هذا اللي مسرع ما تدري نحسن ممكن يسوي شيء اللي صار تترك 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 اما يا عيال والله على كل حال راح يشوف
والله ما تضل. لا تعتبر زين. يقول والله بس اعطيك بس اسجل. اذا ما تبي تدفع رصيدك انا ادفعك مره. الله ما يجوده كذا. قفل الباب وخلص. هذا هذول يشوفهم يطلع برصيدي خلي يرحمهم. ما له تسلح خوينا كذا. كسر يدك تموت. لاني انا شفتها في الشاشه. انا شايفها في الشاشه يوم جا زيدان يوم زيدان. انا عميه. لا بترجع. يوم رجعت لقيت يوم جيت اركض. لقيته طالع فوق، يوم طلع فوق بعد مصحني قلبي، انا شوف سلطان، يا وبعدين ما شاء الله سبحان الله كلنا كذا، انا انتظر بس يا سلطان يهوي يا محسن يا عبد. اشوفهم في الشاشه اقول لك يوم بالله يوم واحد يقصهم بيده يطيحون كلهم. يوم شفته تربع فوق رجعت وقفت في الساحه هنا. شوي يوم قلت لا قلت طاح. اجي ابي اشوف محسن ما لقيته، قلت طاح تكسر. راح فيه ابو زيد صوت الحارة. الاداره ما طبعا ما يردون الظاهر لو متنا ما حد فتح الباب لو متنا الظاهر ما حد هم مسؤولين الاداره عن الشيء اللي يصير ترى ما هم مسؤولين هم مسؤولين بس هم مسؤولين الحمد لله ينزل بس بعدها بيروح حصل زي زين الحين الحمد لله الامور سهلات على كل حال انا اصرح منه اهلي لا يجوفه على كل حال والله مصيبه والله انا يا رجال ما حد لاحقك تروح ترقى تدور هم طح احنا ما والله ما لحقنا نتوكل موسى انا عارف كم قدم برنامج بدا محمد منصور على وش يا مجنون عز يا عيال تعالوا تسكوني عاتب احسن على وش يا مجنون هذا حقه اللي كان ضايع وعود له احمد انا كيف طيح بس كذا بس طح كذا يا عيال خلاص اتجاه كذا كذا طح كذا شو صدقني ما يجيك شيء قال وان مواصله باب عيب اسمع انطح كذا بس خاف يعود يرجع لنا في المنتجع ها خاف ينبط ايه اسمع خشمي تركي تركي رجاء ما هو فاضي هو رجيك يا عمد رجيك هو يحسب في تفاعل برا يجي هو يحسب في تفاعل برا لا طمرت برا السوق يحسبك برا عليه احمد من هو ذا؟ حبيبي في ريحة يا شيخ ريحة القعران اقصد ريحة شبس انا ابن دنم احنا كنا نبغى نقابل عبد الرحمن في يقول شو اسمه هنا وين؟ شو اسمه عمر كذا والزينة دي يا حليلة هذا والله ما قصدنا هو بيشوفه ابو منصور ابو منصور والله كانوا ترى عبد الله الشاط شفت امراح شفت امراح محسن جهه ثانيه شفت الرئيس راح يقول له امراح ترى بنزل نعرف اسمعوا سالفه عيال عيال اسمعوا سالفه تعال 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 اسمعوا سالفه تعال تعال سالفه قويه تفضل قال يلا لا والله نشبت نشبت ترى بطيء عليكم نحن ابد انا والله ما ارتزل دكتور هاني يسلم عليك يسلم عليك والله صفهم صف شغلنا شغلنا الشيلة حقت العز الشران بدون نلعب قدام اسمع اسمع لا 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 تكذب لا تكذب دقيقة 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 طب نهدى نهدى حبيبي بعد ما خيبت حبيبي احمد صفكم صف قدامه وكل واحد قام يعتذر لا وش يقولون؟ ايه يقولون ايه يقولون جايين من حفل شاي ايش راسنا؟ ايه شوي قال انا شايفكم هنا اصلا انا شايفكم اول شيء تركي تركي لا تحطنا في ذي هذا اعتذار هذا اعتذار دقيقه نبدا خشمه كل اعتذار مش هي ملكه هاني العنزي يقول لا تحط نفسك في ملكه والموقف جبه اسمع ضايع جبه صح اول طريقه اول شيء يبدا صح ركب المايك يقول جالس يقول جالس علمهم اللعب الشهري يلا احمد قول تركي بالله يا اخوي حد جاي شوف كيف حر حبيبي جاي حفلنا كيف حط المايك وحجاي نلعب في الحوش مجلسكم هناك في الديوان ما جلس احنا الحوش نلعب الكاميرا هي اللي جابت وبرضه فايدك حد المشاهد ما في المسابقين احنا جلس عشان نضيف انا نتابعهم احمد ولا ما نتابع احمد خلنا نسمع صوتك تقدير عشان عندنا في منتجعنا ضيفان علينا والله ما تسواهم يحبون ضيفان راعي محل مو لا ضيفان راعي محل ضيفان ساعه يروحون ثاني اقدم منك ها ما قلت شفته انا وجودي في القناه خمنه من زد ثلاثه هو ذا الحين يومنا ذا النسخه هذه نسختي وحاتم الشهري وهاني في التكيه قبل ثلاث سنين
في ذمتك؟ اي والله صادق ابو منصور طيب والله لمح الحلة طيبان ابو منصور ابو منصور رجال ابكي على ابو منصور ابو منصور اذكر اذكر اذا جاء في ذكر مقدم في زواره احمد تفاعلك 100% نناشد اداره طيب المايك احمد لو جيتك انا سامي جعود السلام عليكم تعال سريح اسلم 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 بسوي استاذ احمد كيف الحال؟ الله يحييك بما انك متسابق في حياتك اثنين الله يعطيك العافيه وقدمت يعني قدمت ما شاء الله تفاعل جميل ويعني كنت النجم الاوحد في برنامج حياتك اثنين وجعلني في الذمه الشيء الثاني اللهم حنا نبغاك تسوي لنا برنامج او فقره في زد ثمانيه ولا حياتك ثلاثه وش الفقره اللي تبغاها يا انها موجوده تبغى تاخذها ولا انت تجيب لنا فكره جديده تفضل اول شيء الله يحييك الله يعز ابو يارا الله يحييك ابو يارا ما انت ابو يارا في ذمتي والله لا شكل ولا فكر ولا علم مثل ابو يارا خلاص خلاص هذا ابو يارا انه لبق والله ابو يارا على كل حال لا هو صاحب ايوه لا 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 زباش كان شكل زباش ابو يارا ابو يارا اسمع عموما حدت ابو يارا انك تشبه نفسك فيه يلا ابو يارا وش ذا وشو اسلم يا ابو يارا وانا والله شوف انا بقدم برنامج عرفت يطلع المتسابقين على حقيقتهم كيف يعني؟ يعني مثلا مثل مين يعني مثل مين تقصد؟ ما هي لا فكره دي ثانيه انا عندي برنامجين فقرتين ان شاء الله لا حبيبي لا لا ايش فيك انت؟ واحد طب واحد داخل على طمع البرنامج 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 باذن الله راح يكون برنامج من ربك ولا والله لو على ايدي انا كان خليك تجي تاذن وتمشي بيضاء وجهك حتى ان شاء الله ما تصير طيب منصور لو انك بدال ابو يارا اسمع يا مؤذن منصور لو انك بدال اسمع جاك هذا يا ليه من الاجتماعات هذه بقول خلاص اسمع مجموعتنا ما توعسنا حتى لو محمد 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 مقلوبة يا شيخ في مقلوبة العشاء تقلب يا عبد الرحمن عبد الرحمن احمد رتب مع فهد بالله الموضوع خلاص خلي اكتبوا ترى انا كل اسبوع اكتب سيناريو طيب اسمع اسمع طف هذا طف هذا طف طف اكتب بالله السيناريو مع والله ترى تعبت انا كل اسبوع اكتب ذا السيناريو زهقت ايش رايك كنت دورك اللي تحطوني فيه انا معاكم بس اعطوني دور شوي غير عن العاده لا تحطوا لي كل هو عارف الفكره هو الحين عرفها هو يقوى عن تكني انت كم شو كم الثانيه الثانيه احنا الثانيه هذا معنا انت معنا صح؟ كلاكت اثنين ما يدخل ما يدخل خلاص يا رجال انتهينا منه انتهينا منه انت طول عمرك بزاز على المكتب بسم الله والصلاه بسم الله والصلاه يا عيال بما اني صرت منظم شوف انا بدونكم ولا شيء والله العظيم اقول لكم بدونكم ولا شيء بدونكم ولا شيء لازم وشو نحرص وكلنا نشتغل سوا ما هو حطيت احمد نظافه ولا حطيت ابو زيد ضيافه خلاص نخليهم لا نشتغل مع بعض احنا وشو مصلحتنا ايش مصلحتنا انها ما ندخل براي مصلحته وشو مصلحه المجموعه كلها فلو بندخل براي بيطلع واحد وهذا الشيء اللي ما نبيه كلنا وش المجموعه الاولى شدنا حيلها وحنا وشو نبي نشد حيلها يا اخي اذا ما شدنا حيلنا اعرف انه بندخل براي نعم خصومات و لا دقيقة دقيقة في اعتراض المجموعة الأولى المفروض تتفضل يعني إن عند اجتماع لو سمحتوا لا لا اجتماعنا ما نتدخل فيه إذا تكرمتوا بس معك حسن نواف والله يهينكم لا في عندنا خطط وعندنا أمور مستقبلية للمجموعة عقهم عقهم بالنسبة لكلاكيت فهد مين بعبط هي والله شافوا مين بعبط يعني في سالفة بس تعبط في جلسة بس تعبط روحوا جهزوا العشاء مع الشيف جابر ما أخذنا تحدي فهد جهز العشاء مع الشيف جابر ها فهد احمد صادق لا أحسن لا 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 أحسن عشان الوقت يلا حبيبي لا لا فهد 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 زياد أخذ الكلاكيت أصبر أصبر فأقول لكم يا عيال لازم نشد حيلنا الكلاكيت ان شاء الله ان شاء الله لازم نشوف نجيب احد المراكز الثلاثه كلها مصالحنا المطبخ اليوم بدعوا ما قصروا عيال وان شاء الله الايام الجايه بعد نبدع
وكلاكت ان شاء الله بنجيبها بالسيناريو حقك المبدع. شوف حيلك باذن الله باذن الله. نبي كلاكت نبي نجم اسبوع نبي وش افضل ممثل عليك. لازم نشد حيلنا لازم نضغط على نفسنا. اذا بنرتاح وبنجلس ولا مبالاه ولا شيء ما راح. والله العظيم اقول لكم ابراهيم الجاي بشر مجمعتنا فيه. لازم وشو نضغط على وشو نضغط على نفسنا كلها ايام كلها اربع ايام وخمس ايام وبرايم. فاقول لكم في ثلاثه اللي ما اخذوا ضيافه اللي من زمان ما اخذوا ضيافه اللي بيسوي نفس سلطان ابشر بختاره. ايه في اللي هم مشوا ما عليك زود بس انا اقول سلطان ما قصر ما شاء الله. يوم حط تركي والله العظيم وبجاد ما قصروا تركي يوم حطه والله العظيم حط يدف يشو في مويه بارده. اي والله انك صادق. فاقول لكم في احمد وفي ناصر وفي ابو زيده اللي ما انا تنازل عنها وانا يبجاد. اذا مثلا بنرجع لسلطان وانا يبجاد وفيها ابو منصور نسيت شلون انساك انت بقلبي ابو منصور نساك ما تكلم شنو العيال اول شيء شوف العيال في ناصر وفي ابو زيده وفي سلطان. شوف شباب قبل كل شيء نبغى نوجه لك كلمه حضراتكم. نبارك لك اول شيء يا اخوي بجاد. الله يبارك ايامك. شكرا تركي الموسى من اعماق قلبي يعطيك العافيه ما قصرت. الله يعافيكم. نعم الرجل نعم القائد نعم المنظم. والله من بعدكم والله يعني فداك وتمنى لك ان شاء الله الاسابيع الجايه انك تكون منظم مره ثانيه. اقصد باذن الله. ابارك للروقي على ويش يا مجنون. هذا حقه اللي هذا حقه اللي كان ضايع يعود له. الله 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 يا حبيبي. روقي ذا البيت من بقى روقي. اول شيء الف مبروك تنظيم. الله يبارك الله يسلم مبروك. انا تعديتني يا روقي على ويش يا مجنون. هذا حقه اللي كان ضايع يعود. الله الله انسانك يا احمد. صار انسان تفضل يا سلطان. عندنا الثلاثه سلطان ابغى اقول كلمه ابغى خذ راحتك يا خذ راحتك. اول شيء المبروك. الله يبارك فيك. الله يوفقك ان شاء الله. سهل سواء اخذته ولا ما اخذته انا تحت امرك اللي تبغاه امر المجموعه كامله. ما انت بقصر انا اليوم شاف تركي اخوي ما عاد بصديقي قد اخوي من جميع اخوي شافني تنرفزت المطبخ وهذا غصب عني لان حق المجموعه مو حق الحالي. صح حق المجموعه. الله الله حق المجموعه كامله. المجموعه لا حق ناخذه وما لا حق الامور طبيعيه لكن اذا لنا حق بناخذه. يعني من مويه بيديك تكفى. يعني من علبه مويه بيديك. ها من ترشحون؟ عندنا ثلاثه باذن الله. من الثلاثه؟ ناصر ابو زيده سلطان. ابو منصور تبي ضيافه؟ ابو منصور من ضمنه. تركي صلى على لا لا الله يعطيك العافيه. انا التنظيم خذ الضيافه منها وزاد الاخوه والشباب والله يقوي اخويا. اقول انا خذيت يعني والشباب انا ابي واحد يقول انا متنازل اللي بشد حيلي وببيض وجهك باذن الله. انا بصراحه بجرب. انا جربت النظافه سلطان وبجرب كمان الضيافه وان شاء الله قدها. اذا يبغى ابشر بس. وانت ناصر؟ انا تنازل النظافه لاخوي احمد السالم. انا تنازل عنها كلها من طيب راسك. لا والله لا والله كمبطن عنها. والله ما وديكم في شيء. صل على النبي. والله احنا نتكلم الحين ناصر نتكلم الحين عن ضيافه. لا والله الضيافه عنده ابو زيد خلاص خلاص ما لنا كلام والله. في ابو زيد في ابو زيد وفي سلطان. نبي تصويت. نبي تصويت. احنا موكل امر لله. والله الموضوع بينهم. انا ما راح اصوت. انا قلت لك انا كنت حاط سلطان وكنت مريح بالي. ابو زيد مسك تنظيم ومسك نظافه ويبغى يجرب ضيافه فعاد رشه صوت الامر بين عيال. نبي تصويت. الاسبوع الماضي من اللي خذها؟ خذها انا ضيافه. خذها بجد. هو تقريبا الفرص متساويه بس اللي ما سبق وخذ له شيء يعني او انه تكرر كلهم اخذوا. فانا اقول وشو تصويت ولا قرعه اكتب اسم او انه قرعه قرعه عشان افضل يا ابو قرعه ايوه قرعه اعطني ورقه بس ترضي الجميع. مع اني والله جريء انا ممكن اصوت ترى. صوت. طيب دقيقه بناخذ صوت محمد منصور. محمد منصور صوت سلطان ولا صوت وعشان تدري اني جريء في البرايم الجاي الرجل اللي بصوت على خروجه راح انطقها بلساني. طيب يا ابويا خذوها عليه. طبعا اسمع اذا كان والله وقت البرايم اللي اقول لك ابو منصور قل اسمه. ايه ايه اخذوا بق اخذوا بق ما عليك محمد منصور. ايش؟ اخذوا بق. اه يا ابوك انا اي والله اخذوا بق. اي والله اخذوا بق لكن بشرط. اي والله اخذوا بق اللي يكون ضمن الثلاثه احمد السالم. انا معك.
اذا كان احمد انسان بقول اطلع يا احمد انسان كذا في ذمتكم وصول ولا راح اي واي ولا بقول لحبيبي لا والله العظيم يا تتفقون على القراءة لا ابو ناصر ابو منصور بيصوت ابو منصور بيختار انا صوت ايه انا اشوف تجربه جديده ممكن تصير حلوه لو سمحت فهد ايه اصبر عندي اجتماع عندي اجتماع عندي اجتماع الله يكثر خير الشيخ جابر قناة الدائرة فهد فهد يا فهد 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 لا تزعل بس انا اللي شفته انا ما انا اشوف ابو زيده والله ما بقصر في ابو زيده والله انك لكن انا قلت سلطان قحطاني اطلع اجل القرعه اثنين قرعه لا صوت انت ها صوت. انا ماني مصوت انا لو بختار مو بالي كيف كلهم بيبدعوا فالقرعه انا اللي ما ابغى سلطان واحد يختار واللي ما تطلع عليه يلا يمين من احد سلطان عز الله ما حد جاي مثله في الرياض يمين ولا يسار طب كان اخترته ابصر يمين ولا يسار كان اخترته اخترته سلطان على امتاد الاسبوع اللي راح تسويته صار عليه لا تقال يمين عطيته فرصه الجاد عطوا بندر ابو زيد هذا قلت يمين كفرصه يعني كفرصه لان الاسبوع اللي راح انا صوتت انتوا انتم بالبجاد قلتوا لا فرصه جديده فانا احس منكم تصوتوا لابو زيد كفرصه بجاد بجاد سلطان مو داخل بجاد بجاد يا ابو ياس واضح واضح يعني انا احسن على ويش عندي عندي بسرعه اقصد مجهزه ابارك دقيقه انا والله والله ما اقول لا اشطط ثاني اشطط ثاني سلطان هي راح 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 ابارك السلطان على يا مجنون النظافه وتقسيم النظافه النظافه من اللي يقول وشو انا اللي وشو ابهتم بغرفه وبعلم عيالك اليوم وباخذ كل الشباب ولا شو اسمه بصورهم فيهم كلهم تنازيل احمد السالم لا 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 على راسي فوق على راسي فوق لا قول له يلا ما بعرف خل عني بيقول له يا اخي قول له يلا بس دقيقه بالله يا ابو احمد لا احمد قول له يلا اجباري احمد احمد اجباري ابو مبارك احمد اسعد بتكلم استريح بتكلم المشروع لو سمحت احمد اسعد احمد اسعد دخل اخدم المجموعه يا احمد 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 والله ما اخذ والله ما اخذ والله ما اخذ يا اخي ما ابغى الله يرحمك والله ما اخذ هذا اردان بتكلم اسمعوا كلامي طيب انطابكم خذوه وين شان خلوه أنا ماخذينه بس بنسمع دقيقة يلا أنا والله العظيم أنا حتى لو عندي مثلا خصم ولا عندي شيء فأنا كل اللي يتمنى الدرجات في اليوم ما باخذها وبشل همها لازم لا تشيل هم دقيقة أنا بدخلش مكانها أنك اسمعني خليني أخلص اليوم لا تكلفني فيها ولا ودي والله إني أنا بتكلف فيها خلني أطلع من الصلاة مطليق أروح من حيث ما أروح وأجي ما ودي عساك ما ترتب سريرك يعني اسمع سريري تكفل أحمد 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 اسمعني اسمعني اسمعنا لكم قدم قدم صرت تسبنا في كلمة واحدة أنت توجهها بس عليك وجه الله عليك وجه الله عليك وجه الله طلبناك يا أحمد المجموعة عليك وجه المجموعة تسلم أحمد دقيقة دقيقة جاد 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 أنت من التصويت من تحت انا اختار احمد السالم انت احمد انت احمد السالم مبروك دقيقه استنى 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 طيب انا اتمنى وشو من المنظم سابق يجي يقلدني السال والله انك لابس شمس وما اخذها ومسوي دخوليه لا يا اخي سوي دخوليه بجد ما ابشر بس لقط البس خلاص يقعد كوكتا لا 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 يلا والله يعني مستعجل ها ابارك لنفسي على ويش يا مجنون هذا حقي اللي كان ضايع طبعا الله الله ابارك لابو سالم على ويش يا مجنون طبعا اللي كان ضايع حق من حق الله يوفق الجميع نبي وشو نبي اهتمام نبي وشو اللي يخلص من فراشه يجي يرتبه ويمشي الله الله لا يهين تقسيم الدرجات خليك منصف ايه خليك منصف ارجوك لا لا تبغى الانصاف منصف منصف في الاشخاص ايه 30 نطيب راسك واذا رجل 20% 3% ابارك لك على ويش يا مجنون يلا يلا 3% انا اللي احسبها ما عاد ابغاها خذها 3% والله ما تسوى علمها البس 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 شاب شاب تو خلاص لا انا مكاني ابشر ابشر يا قلبي تعال لا 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 تعال لا اسوي مش فاهم فهد لحظه فهد فهد شو اللي ما نسمع الحين طب ركبوا النص شباب واخروا لين نغرف بس فهمتم هنا 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 صقري هو اللي تعال شيلك تعال لا صقري عرض دي يلا يلا
تعال هنا هنا اي بابا خفيف لا 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 ايش يا يا فهد فهد المالكي قوم 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 يا فهد تركي قوم هنا يا عيال بالله بجاب ذيب بجاب رايد يا عيال يا عيال تعال هنا تعالوا هنا اصبر تعال هنا يا عيال منصور يا عيال هناك يسار يمين يمين يسار يمين يسار يمين يسار يعني ابعدوا ابعدوا ابعد عن الشارع يلا ما يكفينا المكان جاهز جوالك ايه صور ود ابو منصور صور روح انت لو دوس يا ساير نجيب العيد نجيب العيد الله الله دينو دينو يا جابر عطا لا لا يا لا لا يا داخل يا علا عافية اي وخر وخر في اتجاز ناس من هنا يا جابر يا عوبها ايه الحرمات كلها يا شيف جابر يا عوبها ايه الحرمات كلها ايوه 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 جيب الصحن اللي عندك هاي سار ابوك انت اعطونا اعطونا على قلبه كلافه لا لا بيقرب يحطوا انا ما بقى هنا بيحط لنا رز هذا بس ابو زيد جبنا اي جيبها جيبها هنا في النص سار لا عافيه اصبر اصبر بيضبطك انا بموت عطني عطني هذا الابيض هنا وين حقي ما انا دافع لا لا وش اسمه فهد ايش اللي فداك لازم ترجع ورا كسر عنك لا لا هجم كسر لازم ترجع ورا لا لا خلاص البنت جاهزة طيب ابشر والله ونعم ونعم الضيافه لبيه ابشر ابشر ها ما اي اي خلاص يا ناصر ناصر هاك ناصر دقيقه بس عشان جبت زوج ها تاكل عبد الله عبد الله لبى لبى من اللي لبى الله الدراسه لبيه لبيه جيب 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 جرب بلا مسواك جرب بلا مسواك جيب جيب الخضار عيال احمد السالم اليوم رايح ابو ثلاثه طحينيه ابي ابي بتطلع لنا في طحينيه حاره وفي شيء بس جاي بس جاي عطني ها بس عطني عطني ابي اجلس حط الورق هذا هو بصل بطاطس بيجي واحد قاعد منهم وانت منهم ان شاء الله صغير انهم وانت منهم تعال هنا مقصد كنت ابغى انا وجديب اللي ابغى انا لا 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 كويس لا لا كويس كويس تعال هنا مكان خلاص خلاص تعال شل شل قبل النص بجلس بجنبك والله لازم بجنبك لا ما بجلس هنا خيس هنا لا 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 انا بجلس هنا قم والله انت بجلس والله انت حول انهم انت انت قلت الثاني هذا هذا ولد منهم ها ايش تبون عامر صاير تقدر تنزل على جنب وزي ريحه ما اعرف له طلع يعني صدق والله سام شو اسمه عبد الله عطل عيال بالله تكفى حاره لا حاضر جابر ها بجيبك صحن اجلس البيضة هاي تحينه هاي بلبلدي ها ترى بلبلدي بلبل راول معنا دي حجيب يا راول راول عني لين وين تاخذه عطني عني كولا هذا المن الله البيبسي ده بالله جيبه ايوه آه. انا
خصم عن المظلوم خصم توسع يا بجاد يا قلب اعطوهم دجاج اقول لك يلا جزاك خير الطحينيه قول لهم طيب في غير فلفل في شيء بارد اي والله وينها الفلفل اللي حطه وين ذيب ساير مشي خلنا نوصل هذا وش زبيب لا لا انا بس خيار ساير هذا بارد هذا شوي مكحل الان طار حق هذه اضرار وطيران وخيار ابذوج لا هات شوي ما عليه تصب لنا وجبناها لكم ما تبي عرفت طريقه المقلوب هنا تبي احط فيه جاوني بي ايش منه ولا لا هات واحد من تبي ايش منه هاكم راضي لا 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 دوشوا يا جابر تبون دجاج اعطوهم ملعقه يجي ثاني دجاج عطنا زلطه وين الزلطه؟ تبين يا بوك مبروك ارحب يا ابو سعد 50 50 عبد الله جيب الزلطه 50 بس يعني اسمع يا سقري عطنا زلطه يا ابو ما بغيت هول انا بنزل ماني مقدر خلاص زلطه زلطه خلاص خذها والله وراني يخصم علي ما احب اوزع ابجد رجع 300 وانا طالب كنت رد 300 تعلم ما يصير 200 هذه بعد شوي انت صراحه يا سيدي كلها حار جابر جابر تعطيني جابر حار النيه جابر ما في مجموعه الله يجزاك الخير انت جابر شوف لا جاد وين بجاد كم عطات احمد عندكم احلف بالله هو انا هو كريم وانا استاهل وانا غني عنه الله يغنيني عنه والله ما اعطيت مفهوم لو انك غني عنه كان بسقط السريه والمسريه اقسم برب البيت انا احلف هو اعطوني اياها 3% ما ادري انت بروس وبيض الله وجهي اخوي واجد عليه سلام 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 ما يا صيد 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 كيف مويه عادي انت لا اذكر ذا الثاني حيض الصوت مويه انت شفته انت جابر حق جابر ذا كويس صقر هذا تعب لو يعطيهم واحد واحد صراحه في النهايه درجه ايه مرتب صقر بالناس ايه ورا حلوه اللي خلى المنظم اللي خلى المنظم وسمته بعد التعب اللي خلى المنظم وسمته بعد التعب جابر كذا لا لا ما ايه تروح كله انا والله ليش ما لا لا حاره لا لا حاره كم عطيتك والله لا قلبي انا ما بدي 25 لا كم عطاني 30 لا مو تركي 25 اعطانا ملك منظمين الحمد لله انا ما جدد حيل الحمد لله انا اكرم عصا نعطيهم مدري احنا بدايه البرنامج فهد فهد كم عطيتهم علم المدار 30 وانت خذت 40 اللي جراني بيض الله وجهك بيض الله وجهك بالنسبه لي مجد والله 100 ولا 50 بيض الله وجهك سلطان سام بس بس انا من الجاد والله انكم نجمين من المكان معنا رايت 30 بيض الله وجهك بسم الله ما شاء الله كلها من اشهر الزيارات ومن رجال ثلاثه يا رجال يعني والله يا رجال قناص 20% حط 30 يا رجال اعطاه والله ما اعطاني ذيب لا تمدحونا ثم دجاج وخضار بعد نشوفنا شيء اهم شيء احمد ارسال ما تعطي شيء ايه انا يا قلب الحين ايوه اهم شيء ابو زيد هاك ترى بينافسك شوف بكره تعمل منظر على 30% انا علمته جاد الله جاد يسالوا 25 جهنم يسالوا 25 عشان الله يعيننا من جهنم 20 واجد على احمد انا قراري واحد يا صاحبي علشاني 25 25 خذك 50 200 ما بيع فيه حتى بجاد بيقول لك كلمه يا جابر والله هو جاد بجاد يستاهل عنده خلهم اسمع نور انا انا اللي طالب اسود فين نور انا مصري نور واحد انا طلبت اسود اسود ابيض في نور سلطان انا وياك اول ما طلب يا سلطان انا وياك من اللي قال لي كتب بطاطس بالله يجيب لي اسمع هذا من اليوم تعال بصب له بصب له بالماء تعال يا والله ما تقول تعال تعال والله كيف الطريقه جاب لا كيف الطريقه من البدايه قاعد مال شكله صعب ليه تسمعي كان عندنا قبل امس يوم السبت راح كان والله احمد جبنا العيد من الإمامة يا عوار
عندي عبد الله لحية قال انا اسوي عيادين بالاستراحه. عيال من اللي ما مات ترك الموسى معي بعد افا يا شيف جابر يا عيال يا اخي حرام عليك انا بس والله حرام يا عيال ابو زيد الله حلو عيال ابو زيد ذاكل ما عاد يهرج خلاص يلزم الصمت والله اني ابارك للشيف جابر على ويش يا مجنون هذه كم سنه اللي سواها لا لا يا حبيبي وترجع لا والله لا يا شيخ لا يا شيخ وين ذا الكلام المتلي والله تعدى يعني بنقول كثر الله خير هو قال سموه حمد كثر الله خير انت تقول هذه كبسه ترجع احنا يعني بنرد الكلام له يعني بنرد الكلام له ما ترجع ما ترجع جابر والله معاه خذ الحق منه جابر خذ الحق منه ايه والله ما سرق هذا الوحيد اللي ماخذ منه شفت كيف احنا نسعى سر المحبه دي هذا احنا نسعى سر المحبه دي هذا رقبتي له يعني ما اللي بالشوف يدي انا في سر يا ابو منصور ما شاء الله عليك ابو منصور انا كيه ها طويل بهب يا رايد محمد انا خلاص اطمنها ولا نزل ها اطمنها ارفعها ابوك امك في الجنه تبي شيء تبون شيء صدق والله تعال هنا نوار تعال هنا انا خلصت منصور منصور متى اللون زين منظم وخذوا افضل ممثل ولا حتى قال لي شكرا اه يا سلام والله هذا انوار لو اني لو اني لو لو انه جاء معي في مجموعه تمثيل غلغله والله طيب طال عمرك خلف الكاميرا خلي طفيها معي ولا تكلم ولا في دمي اضرب الله اكبر اقول انتم طيبين والله عليك محسن هذا وين عافيه لا حد يروح طيبين لحظه رز تحب الحال جابر الله يكثر خيرك قلت عليك والله لا 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 لو ما منعني هسه برضه اني لا تركب وتركب عشو يبغى يصير سالفه يسوي حدث استغفر استغفر سلطان استنى يا اخوي بدون طب حل شفت كيف شفت كيف المنصور الحمد لله رب العالمين ولد اما عاد ولا تعاد وانت والله ولدك ابو منصور ارجع ابو راس ابو راس اسمع اسمع سحابة عيب يا أحمد عيب يا منصور 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 فديت راسي جابر بيض الله وجهك ايه الرجال ايه عارف كيف رجال وكيل على رجال وش عارف كيف عارف كيف يساري تستاهل كل ما جاء اخوي تسولف شيء ايه يا رجال من الرجال ذا من ضيق رجال وكيل يا رجال وش مسك والعيون كل ما جاء اخوي تسولف شيء رجال وكيل يا رجال نقز الحلجه اقسم بالله تبي تصعد حدث عيب يا احمد يا رجال أصلح. انت انسان انت انسان اسمع نفس صار عرفت ومسوي مكلماني ولا جيت في الحق تسامح رجال وكيل يا رجال تدور ادوار منصور والله اني صادق لا بس بعض الكلام مو ودك والله اني وراشد وراشد ايه انت انا عجزنا انا قلتها مخاوذات عجزنا عجزنا يا ابو الليل والله الا هنا يا قبل خيركم يا والله ما قلت انت حق وجهي والله ما قلت يا ابو راشد انت اول شيء تبي تدخل كفو بيض الله وجهك استاهل ابو راشد ايه والله هي معك في جنبك يا ابو راشد اسمعي يا ناس تكفي ابو راشد والله يا ابو حمد يا ابو منصور منصور عجز فيه يا ابو حمد عجز ابو منصور عجز فيه يا احمد ابو منصور ابو منصور وش وش هو يقول لك عيب يحب هو يحب يتكلم لا جاء تحت الباب ضاعت علومه لا جاء قدام الرجال يدرج عيونه رجال ابكيلي على رجال وايش المشكله وندي دوت الرجال يا ابو حمد عجل لك مجدي عجل الله اني مجدي معك الحق هنا اصبر انا ابي
العقول في راحه. اي والله انها العقول في راحه. يا عيال يا ابو منصور امسك الرجال. جوده 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 تكفى جوده جوده خليه يتعشى. بس احمد تعجزنا فيه. تعال تعال قرب قرب قرب. مين يبقى اسود؟ هذا اسود هذا اسود جديد. ما في احد يشربه من عيال. قرب. ها قال رجال ابكيلي على رجال على رجال وايش المشكله شو المشكله ما في مشكله يعني انا مالو يعني رجال ابكي هذا كلام رجال اسمه مشكله ايوه هذا كلام هذا ابراهيم هو حط ليمون شوف هو سوي ليمون عيون هنا عشان ينزل دمعه بعدين يقول انا رجال ابكي يا رجال ما قلت لا اليوم كيف الجو لا لا كلامك الحمد لله والله محمد كرديال يعني يغلط على اخويا ويتكلم هذا صوت ابو منصور ابو منصور هذا صوت ابو منصور ابو منصور تعال تعال لك 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 يا راؤول اجلس محمد منصور هلا احمد هذا صوت احمد هذا صوت اخويا فاجئ نقص اخويا من الصحه جاي بيسولف هذا صوت يبي يشارك خلاص يسولف هذا صوت هذا صوت ترى 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 يا بعد انتبه يا احمد بن حرب انا قد قال تعال يا راؤول راؤول تعالينا يا راؤول فين وار تعالينا تكفين وار تكفين وار تعالينا تعال جنبي يا رجال انوار انا خابرك انوار انا خابرك محزن ظفر انت ابو راشد كويس يا بالله انا وياه من دون ابن عمي وانا من دون تعال كيف على مسلمون ما في كويس منو منو يا جابر جابر تعال 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 يا جابر الحق 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 راؤول مره انا طبخت له كبس تنفيذه وقال له والله امدح فيك ليه انت قبل شوي يقول انا ما في مثل كبستك يعني كبستك احلى هو لا هو يقولها انا ما قلتها وين كويس هذا ولا ساهر ساهر ولا ميمي ايه عشان كل يوم تاكل عند ساهر انا اوريك مره ثانيه ما هذا حار هذا حار هذا حار وش هو؟ ابشر حار 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 مره ابو قلت له قديش شو قديش؟ شو قديش؟ يعني ما له خلاص انا اخ انا احمد قبلني قلبي قلبي حبيبي جابر والله انك بطل كثر الله خير تعرض والله اني لسه تسوي حلب الحين حلب قدام الرجال امين ما عليك تعرض الرجال ذا كلام ابي ابي لا ما من عندي شو تبيع هذا رجال انا صندوقهم طيب اسمعني ابو منصور انا صندوقهم ابو احمد اسمع ابو عمرك ابو منصور عجبتني هذه سوي حلف بين الرياجيل حلوة الرجل بغي خلاص سلم لك كاميرا والله والله تجيب خشب والله تجيب خشب والله تجيب خشب والله ناخذ خشب الباي الباي اي رجل انا صدق اخو محمد انا صدق همومه يا طويل السلامة واحزانه وساعاته وانت يا ابو راشد اتصابت افتح في القلب تعيد اسمك موجود ها انت زعلت ودي ما زعل احد غيرك لحق يزعل هم لحق نرضيه الله يبيض وجهك يا جابر انت جمل ان حصلت مخلص اللي مثلك وشراك انت منظم مصدام كده هذا المنظم 25 25 ها؟ 25 25 ما بعد قلت لهم؟ الا اللي قلته ليش قلت لهم؟ ها؟ امسكت والله بغيت اجلطهم يا والله بغيت اجلطهم جلطه بس لقيت احمد يسويها ينزله ويخليه يروح خله قل لا قل ما قل روح اقول الاداره ما اعطيك الوظيفه انا قلت له سلطان بس احمد سالم ما قلت له لا تقول ها؟ خله يجي احمد راحت الايام اي والله كم اليوم 45 ندخل يوم 46 يعني باقي 4 ايام ونتم 50 ويبقى لنا 40 يوم اخر 20 يوم تحسب يعني زي اللي جلسناه باقي ليش اخر 20 يوم ما تحسب
خلاص تجهيزات للحلقة ختامي وخلاص قد جمعت نقاط بس انك في البرنامج ادري انك في البرنامج بس خلاص عشان اليوم هذه بتروح حسبها بتروح على طول الله والسلام من عنده باقي اسبوع الجاي باقي اسبوع ذا اسبوع الجاي واللي بعده صح؟ احنا كم باقي برايم؟ ثلاث برايمات صح؟ باقي اربع برايمات طلع عبد الرحمن ماجد باقي شهر باقي شهر اربع برايمات تقريبا عشر ايام صح؟ ايه اوه يعني العشر ايام الاخيرة ما في برايم عشر ايام شهر وعشر ايام شهر وخمسة عشر يوم دقيقة خلنا نحسب اليوم ايش الاثنين ايه ثلث ربوع خميس جمعة سبت بندخل 46 يعني 41 يوم يبقى 39 يوم سبت يعني شهر و 15 يوم شهر و 9 ايام الحين باقي كم 5 ايام زين على بال ما يجي بعد اول بعد البرايم الجاي يبقى يبقى جبت العيد وجبت العيد عيد وجبت يا حبيبي لعنك يا حبيبي كيف تقول الله عليك؟ مرحبا ترحبة لا رفع ولا ايه يا ضايق الصدر بالله وسع الخاطر وسع الخاطر دنياك ايش يقول ايت ايت وان جيت ما رحت وجيت رد ان كانك رد يقول يا شبيه صوحبي حسبي عليك لا ايه ماشي اقولها ولا يقول يا شبيه صوحبي حسبي عليك عليك يوم شفتك تذكرته وبكيت بكيت والله اني من غيبته ما دريت بدر يبونك هو روح روح اسمع بقول انا روح يا ابوي روح روح ناديك رغبات المقابيل من الارض وانت في المجره جره يلا تحداك ثلاث شيخ مساك الله بالنور سيف دعوه منكم والحقيقه تتاخر انت جيتك بدون دعوه جيتك محلك انا راح المكان مكان كل محل محلك وجيبانك ياسمي ابوي حبيبي تفضل ياسمي ابوي الله يرحم والدك اكبر شرف واكبر فخر بان واحد المنتدى معي اسمي ابوه اسمي اسمعني ابدا الحوار بقصيده تفضل قريب الى خاطر وهي اخر انتاج تفضل عندي سؤال قبل القصيده شلون من اللي كتب قصيده الحفل ميرين لوبريت نعم اللوحه الاولى كانت من كلمات اخوي رايد الشمري الثانيه من كلمات اخوي محسن بن دقله الثالثه من كلمات اخوك فهد المالكي ما شاء الله تبارك الله قدم الحفل الكريم استاذ كفايه يا الله حسين صاد يا اخي انا متاثر بالاعلام الاذاعي انت احلى اذاعه واحلى اعلام الله يرحمونا واحلى جمال الشاهد الشاهد في الموضوع نبدا بسم اللي يقول لا تحرق اعصابك على كل حاجه حاجه لا تحرق اعصابك على كل حاجه حاجه ما فات مات وساير الوقت وانساه وانساه وان جاك ما تكره من ايام واجه ارفع مقامك ثم مر وتعداه مر وتعداه دنياك ما صفيت الهم ولجاجه مجاجة. اطنخ ويومك وكله رب يرعاه يرعاه ترى المريض اللي يدور علاجه عند الذي مخاب من حث رجواه رجوه واغنم خوي نصبك مثل تاجه تاجه وقت الرخاء ولا الشدايد بتلقاه تلقاه هذا مع اهل الطيب بين سراجه مخاب من حث القدم لاجل ينصاه ولا الردي طبعه كما لن عواجه لو تعدله لا انت مكسوره يا شيخ خلاص قسم بالله العلي العظيم والله راح والله راحت القصيده خلاص والله العظيم درنك زاحف قسم بالله ورب لا انك زاحف ورب لا دقيقه لو محبك ما خلاص فهد روح اسجد والله لو محب عيال ما طمرت على كذا لكن ما عاد بطابع عليك ها لا والله خلاص ما طمر طمرات شينا صار على الشركه الله يعين اسلم اسلم خلنا اسمع قصيدة بالله عدل انا تدري ليش سويت الحركة تركب السيفتي ذا تدري ليش سويت الحركة هذه تدري ليش سويت الحركة هذه عشان تعيد القصيدة لاني معجب في قصايدك كذا هدفك يلا عيد القصيدة يلا يا مخرج انت ممكن مقدم خوش تركيب نبي القصيدة اللي طازة الله الله لوك كيف بطل لا جدول لا والله بسم الله عليك حلو حلو تكني اقرا عليك عن الحسد والعين يا اخي بالله والله العظيم تكلم ودع ودع الله قلت استودعك ان شاء الله اي والله بسم الله اجين يقول انشدني يا اخوي تركي تسوي شيء قول حبيبي قسم بالله انت الاقلب الاحمر ازرق
اقول كلمه نحط الراي الرسمي لمسه اثنين هذا الليل بيلا. يقول لا تحرق اعصابك على كل حاجه عادي. ما فات مات وساير الاحوال. تبيني ضايقك والله العظيم. ها صحيح ضيعت الله يهديك القصيده وضاعت والله العظيم ضاعت. لا اله الا الله ضاعت عشان طبرتي هذه بس ضاعت. يقول لا تحرق اعصابك. اضحك اعصابك. ابتسم ابتسم خليني اخذ جسم ما شاء الله. واضح انك توترت. نسوي نظام لا 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 بتاخذهم بتضيعها زي اللي خليته قبل. معقرم يقول لا تحرق اعصابك على كل حاجه. لا خلاص والله ما فات مات وساير الوقت وانساه وان جاك ما تكره من ايام واجه ارفع مقامك ثم مر وتعداه. تعداه تعداه دنياك ما صفيت الهم ولجاجه لجاجه اطنخ ويومك وكله ربي يرعاه يرعاه. ترى المريض اللي يدور علاجه عند الذي ما خاب من حث رجواه رجواه. واغنم خوي نصبك مثل تاجه تاجه وقت الرخا ولا الشدايد بتلقاه تلقاه. هذا معاه الطيب بين سراجه ما خاب من حث القدم لاجل ينصاف ولا الردي طبعه كمل انعواجه لو تعدله لا هنت مكسوره بتلاه بتلا. يارد على ميراد بين هماجه ما له مع اهل الطيب صيت ولا جاه شا. الله الله ما له مع اهل الطيب صيت ولا جاه صيد البيت. واغنم خوي نصبك مثل تاجه وقت الرخا ولا الشدايد بتلقاها. هذا مع اهل الطيب بين سراجه ما خاب من حث القدم لاجل ينصاه ولا رضي طبعه كمان المواجه لو تعدل لها انت مكسور بتلاه. يارد على ميراد بين هماجه لو تعدل لها انت مكسور بتلاه الى اخر القصيده اتذكر منها. الله يجيبها. هذه انت كاتبها؟ والله ناخر الانتاج ناخذ صفقه ناخر الصفقه صفقه صفقه شباب كلها تكبر الكلام. اي سيده والدربه اي والدرب مثل الصبح وقت انبلاجه وانت عليك اللي تحبه وتمناه. درب يفشل من يدور خراجه ودرب يعز اللي مشت يمه اخطاء. الله ما شاء الله قصيده ما رايك القصيده الجزله؟ كلام جميل شيخ مرتب كلام الله يرحمه. طيب ما رايك جاد نصيحه ما رايك في وفيها ايش جزله القصيده تحكي عن نصيحه و اختيارك للصحبة واختيارك نعم. لرفع مقامك عند الناس. حبيبي اي أيوة والله موضوع موضوع الصحبة ترى موضوع عانيت يا عانيت فهد في الصيغة. اي والله عانيت لا مو عانيت بس اني من كثر احتكاكي بالمجتمع عرفت اختار صاحبي كيف وصلت صاحبي. وصلت المرحلة خلاص ما عاد تتأثر اذا شفت شيء من صاحبي خلاص وصلت المرحلة عادي. كنت زمان يعني ادنى 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 زلة تأثر فيني ليش تسوي فيني كذا؟ وجدت ان الموضوع اكبر من كذا خلاص يعني ليش ليش تشغل بالك في نفس في شيء ما يستاهل. ارفع مقامك ثم مر وتعدى وجاك ما تكره من ايام واجه ارفع مقامك ثم مر وتعدى. صدق يا شباب الله بالضبط. ممكن تكون بعد يعني مع احتكاك يعني الانسان الاجتماعي تلقاه غير عن الانسان المنعزل. الاجتماعي تلقاه ما شاء الله تبارك الله ما يهمه شيء حتى لو تكلم بفلان وتكلم بفلان وتكلم بفلان من يواجه كثير يواجه كثير مثل مسيره الاعلامي والشاعر خلاص يحتك وناس. اي شخص اجتماعي يواجه في حياته يواجه في حياته بالضبط اشكال وانواع اجناس. لذلك انا 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 قريت يا اخي تركي والكلام عليهم اخواني خذ راحتك ان الشخص الذي يعاني من نفسيه من امراض نفسيه الشخص تلقاه اغلب الاحيان لم يكن اكثر الاحيان اغلب الاحيان يفضل الوحده يعني يفضل الانعزال. ايوه ما له باحتكاك انما لو احتك بالناس هذا ممكن. انا اجزم بان الشخص الاجتماعي ما يعاني من شيء لانه ايش خلاص مدرك وفاهم الوضع. ليش ما عاد يشرع على ذا ما يشرع على ذا خلاص فاهم الطبوع فاهم وين يحط يعرف ان ذا كذا كذا يعرف ان ذا في الصبه ذي خلاص متعرع على كل شيء ويزعم من كل شيء وهو اجتماعي درجه اولى. بس والله لو دققت في حياته انك تلقاه يفضل الوحده والانعزاليه. لو دققت في حياه ذا الشخص تلقاه يفضل الانعزاليه عكس من هو هذا الشخص اللي يزعل كل شيء اللي يزعل ويتاثر وليش كذا هذا وليش يقول فيني ذا الكلمه ذي تلقاه شخص يفضل الانعزالي والوحده لحاله. حتى الناس ما عاد تصير تسمعها خصوصا اللي قالها عبد الله اللي يتشرح. ترى في بعض الناس يدور الشرها وينها فيه قسما بالله مو طبيعي يمشور الناس بس من يتصل يعني هسه عايش عليه همه في الدنيا انه يدور همه. هذا هو من تتصل عليه وينك وش صار ذاك اليوم انت ما عاد رديت علي انت طب شو الشيء اللي تبغاه الشيء اللي ممكن يعني اني اقدر اخدمك فيه. من اغرب الحاجات اللي انا واجهتها يعني شيء غريب يعني من هذول اللي يتشرهون يعني تخيل في واحد ما سلم على فلان تدري ليش؟ والله يسلم تافه. ليش جدك فلان
سوى بجدي حاجه ثانيه. باتوا ابليسك راح التراب والله راح التراب والله العظيم ناس واجد. هنا كان واحد من العيال يسولف يقول واحد كان مستاجر البيت حلو فجاء ابوه عند الولد عند راعي البيت وكان الولد مسوي عشاء فقال له اني بسكن فوق الجار الفلاني من العائله الفلانيه القبيله الفلانيه قال وشو؟ قال طلع ليش؟ على اي اساس؟ قال ان جده السابع يوم انه في سنت سنت مسري دبدبه سنت الحصات اللي مجربه تحت ذاك الجبل اللي ما حد شافه الا ما في كاميرات ولا تلفزيونات ولا شيء. ايه قال والله انا طلع قال يبا عقلك انت سابع جده والرجال جاني بمنفع يعني اجرك قال له والله رضاي عنك انك تطلع. ترى بعض الناس التعامل معهم صعب. تدري متى تعرف الخوه الصح؟ اذا طحت المستشفى. اي والله قعدت مثلا شهر شهرين ثلاث شهور انت في المستشفى تعرف الخوي الصح. أو انك إيه؟ او انك وفي بعض الناس اللي مثلا يسجن فيهم او اي موضوع اي حاجه سواء سجن او مستشفى او اي شيء. يعني قصدك وقت الازمات تعرفه اخوي. وقت الازمات تسلم عليك. شوف من يجيك. صح في بعضهم يشوف اللي يجي لا اختبار. واذا طلع من المستشفى يرجع اخوي نفسه ذاك. والله لا جاك ولا ساعدك ولا اعطاك معنويات ليه تكلمك جوال بس لو سلم عليك انت طيب وانت بخير وانت كذا وانت كذا وادرني بس صح هذه اي هو يبيك وقت الوناس بس هل يجيك وقت تعبك والسرقه صدق هل المفروض مثلا انا مر علي موقف اني تعبت مره من المرات في المستشفى بس ما حد درى عني ليش؟ لاني انا اساسا ما بلغت احد وكنت بعيد عن الجوال تعرف الزمن ذا يعني ما حد يدري عنك الا بالجوال فجوال الظهر كان مغلق فيمكن واحد الظاهر عرف رقم ابوي او شيء زي كذا وتواصل معاه وعرف بس في ناس كثير من اخويا ما شرت عليهم ليه؟ لانه ما يعرف رقم ابوي ولا يعرف احد فليش اشرع عليه؟ وقت ازمات ما درى عني كان تعب بسيط بعض الناس ما يعلم ويشرح اني يوم اني كنت هذا البلاء طب انا ما انا ما انا ما درت انك كنت في المستشفى قال لا لو انك تسال تعرف يا حبيبي انه عيادين ما درى عشان يدري عن عمري عشان اقدر اسال عن فلان وعلان ومو معناته ان الواحد بعد ما يسال ولا يطمن يسال بس مو منطق انا عارف لي 200 واحد 300 واحد افتح جوالك وشوف الارقام تلقى 400 500 1000 1003 مو بالكل قد اسال عنه لكن الشخص اللي انت تعرف انه تعبان او تعرف انه يمر بضيق او انه عنده مشكله تربيتك حتى من تعاليم الدين اللي احنا تعلمناه وحتى من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه زياره المريض او انك تسال عن هذا وتطمن عن هذا انت تعرفه يعني اذا الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وصل على سابع جار فعاد شلون القريب وكذا لكن فعلا ترى بعض الناس زار يهودي صح انت يعني تبلي يعني تبعد عنه من كثر ما يتشرى حلو صدقت ف يا ساتر اقول لك شيء بعض الناس ما صار يزعل كذا ليش والله حاضرني في سناب اوكي تجي تضيفه في سناب والله انا ما اشوفك في المشاهدات انا لله وانا اليه راجعون تركيا هذه يعاني منها قسما بالله عن باقي في تويتر وانستغرام وسناب وعندك في الواتساب ويطلع لك في كل مكان وتداوم انت وياه ولين هذا جاي يتصل عليك وينك ما عاد شفناك يا اخي عبد قال تسكن عندي في البيت بعض الناس عمومه والله العظيم ابو زنيفر طبعا بعضهم يقول لا والله ما هذا الا محبه لا هذا شخص ترى ترى مشكله الفاضي والله العظيم الفاضي يوم نفتح الجوال دور لا دق عليك قال وش عندك يا المشغول وش عندك انا لو اطلع مشوار في الرياض مشغول طيب ابو فهد ابو فهد الرياض مشوار واحد يروح يوم ايش رايك يقول ضفني في تويتر ضفني في سناب ضفني في انستغرام شوف هذا ممكن تاخذه من باب محبه ومن باب ذي واحد تعداه خذ الجوال خذ جوالك خذ الجوال المهم عود رجعه استحى كنا إيه يوم رجعت البيت اشوف الفلوينج عندي انه في رقم زايد وادخل والقى ضايف نفسه في السناب وتويتر اي يسوونه طبعا شوف موضوع صدق والله العظيم يا شباب موضوع السوشيال ميديا يمكن انتم واجهتوا مواقف المحبه في القلب في القلب ما يعني اني اتابعك انا في كل مكان صح اقسم صح بالله يعني مثلا في بعض الناس يجي يقول يا تركي انا ماني بهضمك في سناب اكيد في سناب انا ما هضمك لكن لما اجلس معك كويس صح ومثلا في ناس في تويتر يطرح مواضيع يتكلم عنها انا احب اني اتابع كتاباته سواء في المواضيع اللي يتكلم فيها او اي شيء يتكلم فيه صح حلو بعض الناس انا ما احب اتابع ولا احب مثلا الشيء اللي هو يتكلم فيه موضوع ما يعنيني فانا اشوف الاشخاص اللي انا اتابعهم لا يبيك تتابع في كل البرامج شوي شوي
عونا وتهون يا ابو محمد. عونا وتهون. يسر يا ربي يسر يا ربي ان شاء الله. والله لعل فالامر خير. ما تدري الاخير خفيف يمكن عند الله لعل فالامر خير. نعم خير باذن الله انه خير. هاي تكفي هاي تكفي ان شاء الله. ان شاء الله تطلع انت انا وياك نبي نطلع. استرح. توقف الطياره فوق حايل وانصب. وتفوت الكويت حول المسامعين باذن الواحد الاحد ان شاء الله. مطار حايل يودي الكويت. انا مع محسن. انا ما اترككم احسن هذه وما دام الواحد بصحته وعافيته وهلك بصحته وعافيتهم يلا لك الحمد هذه نعمه من رب العالمين ما تدري اخي قهر اقسم بالله داري داري ما عليك مقدرين شعورك يا ابو محمد لكن هذا شكر الله انا قايل والله اني قايل لهم لا تجوا امر الله فوق الجميع صح ولا حاسب شعورك والله ورفه العزل الحاله هذه تجيب الالم والغم وتجيب لك الطواعين لكن عاد مشكله تركين دواماتهم يا اخي والبزران عندهم مدارس واخوي مدرس بذكرهم بالقصة اللي قاله حسن قبل يومين وثلاث ايام خبر اللي انقطعت يده اللي يقول خير ان شاء الله انت تقول خير يمكن ان تركوا دواماتهم هذا امر من الله صح وانت خير مكتوب انك عزوت الله يذكر بخير محمد مكتوب مكتب يا اخي انك مكتوب مكتب يا صدق اضحك عاد مكتوب هو يا ظاهر سويتها ذكر عشان يضحك بس صح والله عاد بس ماشي مكتوب مكتب حبيبنا محسن اهم شيء الصحة والعافية الله لك الحمد ما تدري لا اعرف الامور خيره هذه والله كان ودنا بهم وجيت